شفت اللي حصل يا بنتي يا زينب؟ ايه اللي حصل يا عطياه؟ عبد الرحيم ندهته النداهة. ندهته النداهة؟ ايوه ندهته النداهة. شفت اللي حصل يا حسان؟ ايه اللي حصل يا واكله ناسي؟ عبد الرحيم ندهته النداهة. ندهته النداهة؟ ايوه ندهته النداهة. ديرته بالإيجارة؟ ايه عبد الرحيم ندهته النداهة. ندهته النداهة. ندهته النداهة. ندهت النداهة؟ ايوه ندهت النداهة. يعني ايه ندهت النداهة؟ اللهم احفظني يا جوني، بلاش السيرة دي. ليه بلاش السيرة دي؟ من حقي افهم، يعني ايه ندهت النداهة؟ ايه دي حكاية كبيرة قوي يا سي جوني. زمان. خلاص يا عم جابر. زمان. خلاص يا عم جابر، انا مش بكلمك انت من اساسه، انا بكلم هدية. عشان انت راجل هراي وبتحب تحكي في المحكي وترغي في المرغي. اتفضلي يا هدايا قولي لي. زمان. لا انا اروح اشوفها في جوجل احسن. انا هقول لك اسمعني بس. النداهة دي يا جوني جنية عايشة جوا الترعة. ساعات بتطلع من جحرة وتروح هناك، عارف الساقية القديمة فين؟ بتروح هناك بعد نص الليل وتعيط على اللي قاعد، واللي يسمعها يتول. تاخده معاها الترعة ويبقى خدامها. بيبقى سليف؟ طب وهي بتاخد الترعة تعمل بيه ايه؟ تعلمه سنوركلينج؟ اقعد انت تتريق وتكلم انجليزي. ما لازم اتريق طبعا، ما انت بتقولي عبط. مبدئيا كده، مين قال لك ان هي بتاخده توديه الترعة؟ ليه ما تكونش بتوديه مول اوف اريبيا مثلا؟ كريزي ووتر؟ لا، لان احنا بعد كده بنلاقي جدته هايمة على وش الترعة. جدته؟ وإيه دخل الجراند مادر بالموضوع؟ لا، جثته تبقى عايمة على وش الترعة كده. أوه شي! لا، ما الحاجات دي إحنا واخدين عليها. طب أنا أفتكر من زمان لما كنت عيل صغير، من يجي 50 80 90 سنة كده. كذاب موت!